الأخبار نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد خلال إشرافه على انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة أن الديمقراطية وحرية التعبير تتوقفان عندما تصلان حدود معتقدات ديننا الحنيف، ويشيد بالمكانة العلمية لمدينة ولتا. وسيادة يطلع على أجنحة المعرض المقام ضمن فعاليات هذا المهرجان الهادف إلى نفض الغبار عن التراث الموريتاني في المدن القديمة وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. والفعاليات الاجتماعية والثقافية في المدن التاريخية تخصص استقبالا حارا لرئيس الجمهورية تعبيرا عن تقديرهم للمكانة التي أصبحت تحظى بها هذه المدن العريقة. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز اليوم خلال إشرافه على انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ولاتا التاريخية، أكد أن الديمقراطية وحرية التعبير والفكر تتوقف عندما تصل حدود معتقدات ديننا الحنيف الذي هو بالنسبة لنا فوق كل الاعتبارات. وأشاد رئيس الجمهورية بالمكانة العلمية لمدينة ولاتا وبالإشعاع الثقافي الذي عرفته خلال الحقب التاريخية. وفيما يلي ندعوكم لمتابعة خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. سكان مدينة ولاتا التاريخية الكرام، أيها الحضور الكريم من مختلف الولايات، ضيوفنا الأفاضل، أيها المواطنون الأعزاء، يطيب لي أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ميز الموريتانيين عبر التاريخ. أيها المواطنون الأعزاء، نحيي اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب جميع المسلمين، ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد بن عبد الله خير البرية وخاتم النبوة، الذي خصه الله برسالة جامعة لمكارم الأخلاق مبشرة بالسلم والعدالة والمساواة وإنصاف المظلومين. لقد مثل هذا اليوم أهم منعطف في تاريخ البشرية، حيث ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليحمل إلى العالم رسالة الإسلام السمحة التي لا تعرف التمييز بين الألوان والأعراق والألسنة، فنشر عليه الصلاة والسلام مفاهيم الأخوة والمساواة والتسامح بين الغني والفقير، الغوي والضعيف، الأسود والأبيض. وبذلك انصهرت الشعوب والثقافات والحضارات في أمة الإسلام العظيمة وتحت معايير التقوى والعمل الصالح. أيها المواطنون الأعزاء، يجب علينا اليوم أن نعمل جميعا من أجل الحفاظ على هذه المعاني والقيم السامية وحمايتها من دعاة الغلو والتطرف الذين انحرفوا عن الطريق القويم وشوهوا صورة الإسلام، والذين يصدق بقوله جل من قائل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. ومن هذا المقام أود أن أذكر الذين تسوي لهم أنفسهم المساسة بحرمات ديننا الإسلامي الحنيف أن موريتانيا جمهورية إسلامية وليست علمانية ولا تريد أن تكون كذلك. وإذا كان البعض يفتخر بالعلمانية فنحن نفتخر بكوننا جمهورية إسلامية ونعتز بتمسكنا بالدين الإسلامي الحنيف منهجا وطريقا وسلوكا، ولا نبتغي عنه بديلا. كما أود أن أؤكد لهم أن الديمقراطية وحرية التعبير
والفكر تتوقف عندما تصل حدود معتقدات ديننا الحنيف الذي هو بالنسبة لنا فوق كل الاعتبارات. وسنتصدى بكل حزم وصرامة قيادة وشعبا لمن بلغ بهم غيهم وغباؤهم ومغازلتهم لعواطف البعض حد المساس بمقدساتنا الإسلامية، وبالأخص المقام الرفيع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي نحيي اليوم ذكرى مولده الشريف. وكما أكدت أمام الجماهير التي هبت لنصرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، أعود وأؤكد مرة أخرى أن القوانين ستطبق بكل صرامة ودون ما تردد على من اقترفوا هذا الجرم الشنيع. أيها المواطنون الأعزاء، لقد ربطنا هذه الذكرى العظيمة بحدث مهم يندرج ضمن برنامجنا الوطني السامي إلى استعادة هوية مجتمعنا وربط الصلة بين ماضيه المجيد وحاضره ومستقبله الواعد، وذلك من خلال فعاليات مهرجان المدن القديمة الذي نفتتح اليوم نسخته الرابعة في مدينة ولاتة التاريخية. لقد نشئت هذه المدينة العريقة في القرون الأولى للميلاد، وبلغت أوج ازدهارها الحضاري والفكري والاقتصادي مع الفتح الإسلامي، فكانت بموقعها الجغرافي الاستراتيجي مركزا للقوافل التجارية، وبثرائها العلمي محجة للعلماء، وبعمقها الحضاري وإشعاعها الفكري قبلة لمشاهير الرحالة والمؤرخين، فزارها الرحالة ابن بطوطة وشاد بمستواها الاقتصادي. لقد ظلت مدينة ولاة التاريخية من أهم مراكز الإشعاع الحضاري في المنطقة، وقد أظهرت حولياتها سيعة ثقافة أهلها والمكانة الرفيعة لعلمائها الذين دلت مراسلاتهم مع علماء المشرق العربي على أنهم أصحاب مدرسة فكرية وعلمية متميزة تصدر العلماء وتراكم المعرفة في آلاف المخطوطات التي حفظت لنا ثروة نادرة من المعارف الإنسانية الأصيلة. أيها المواطنون الأعزاء، لم تكن معارف الولاتيين نظرية فحسب، وإنما كانت بالإضافة إلى ذلك علمية تطبيقية تجلت في العمارة الفريدة التي امتاز بها دور ولاة العامرة بالخير وجامعها المؤسس على التقوى من أول يوم. أيها المواطنون الأعزاء، إن التغيير الذي عرفته أساليب التجارة العالمية والإهمال وعوادي الزمن من بين أمور تضافرت لحجب تلك الصورة الناصعة لمدينة ولاة وربطها بواقع مرير من النسيان والتهميش، وهو ما جئنا اليوم نضع له حدا. إن استعادة مدينة ولاة لدورها التاريخي المجيد ومكانتها العلمية الرفيعة يتطلب منا جميعا تكاتف الجهود من أجل تحقيق تنمية متكاملة من شأنها أن تنهض بالمدينة وساكنتها من خلال التوظيف الأمثل لما تمتلكه من إمكانيات سياحية واقتصادية وعلمية وبمشاركة الجميع. أيها المواطنون الأعزاء، لقد ساهمت النسخ الماضية من مهرجان المدن القديمة في شنقيط وودان وتشيت في الرفع من المستوى الاقتصادي لتلك المدن، وذلك بفضل التمويلات التي قامت بها الدولة، ونأمل
أن يتحقق ذلك في مدينة ولات بشكل أكبر. إننا لن ندخر جهدا في سبيل الرقي بمدننا القديمة لتعود كما كانت مراكز إشعاع علمي ومحاور للأنشطة الاقتصادية. كل ذلك يتطلب من ساكنتها استعادة إرث الأجداد من خلال تطوير الاقتصاد المحلي. أيها المواطنون الأعزاء، يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ولاتة، كما أشكر الضيوف والمشاركين وجميع الزوار الذين أعطوا بحضورهم المتميز بعدا حيويا لهذا المهرجان الذي سيسهم لا محالة في وصوله إلى الأهداف المشهودة. أعلن على بركة الله انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة لمدينة ولاتة التاريخية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمناسبة، هنأت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة لالة متشريف رئيس الجمهورية على إنجاز فكرة إحياء ذاكرة الجمعية الموريتانية بواسطة مهرجان المدن القديمة باعتبارها فكرة رائدة. ووضحت أن السهر الدائم لرئيس الجمهورية على تطوير فكرة المهرجان وجعله إضافة لكونه معلمة ثقافية قطبا لتنمية المدن القديمة ساهم في إحياء هذه المدن واستعادتها لمكانتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، السيد والي ولاية الحوض الشرقي، السيد عمدة ولاته، السادة المدعوين الكرام، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي شرف أن أقف أمامكم اليوم في رحاب مدينة ولاتة التاريخية، ونحن نتفيأ ظلال عيد المولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه على من ولد فيه فأصبح ببعثته رحمة للعالمين، وهو الصادق المصدوق المعصوم في قوله وفعله، والعادل في حكمه، المسدد في جميع تصرفاته بالعناية الإلهية التي لا انفصام لها، من قال فيه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خسي المتخرصون عليه وباء المكذبون له بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. صاحب الفخامة، ها نحن اليوم بفضل مبادرتكم السديدة وعنايتكم الكريمة وإشرافكم المباشر على هذه المعلمة الثقافية، نكمل هذه السنة دورة مهرجان المدن القديمة المصنفة تراثا عالميا بخاتمة عقدها الرباعي مدينة ولاتة التاريخية، لؤلؤة الشرق الموريتاني ومأوى القوافي التي كانت تجوب هذه الأرض جيئة وذهابا، حاملة نفائس التجارة وجواهر المعرفة، فاتحة معلمة، ناشرة قيم التسامح والوعي والخير، منتهجة نهجا قويما يقرب البعيد ويقنع المتأبي عن شرع الله ومحجته البيضاء. وها نحن اليوم نجني ثمار مبادرتكم قبل 4 سنوات، حيث أصبح مهرجان المدن القديمة منارة سنوية ترفعها إحدى المدن التاريخية الموريتانية، فيتنادى إليها كل الموريتانيين مستلهمين ماضيهم، مستعيدين الثقة في نفوسهم، مجتمعين على كلمة سواء هي كلمة وحدة الهوية. الهوية الناضحة بالمحبة والتآزر والتآخي وحب الآخر، هوية التميز والإبداع وحسن التكيف مع المحيط الجغرافي والبشري وبث الأخلاق الحميدة بين أفراد الأمة وعبر الحدود. صاحب الفخامة، لقد كانت هذه المدن التاريخية تاجا عاليا على رأس أمتنا عندما كانت اللآلئ تنير المنطقة كلها، ولكن عاديات الزمن عدت عليها فهجرها أغلب سكانها وانكمشت بعد عمرانها، وعانت من العزلة والتصحر وعدم الأمن وشدة الفاقة، فعانى أهلها حتى هجرها أغلبهم لا كرها لها، وإنما كانت الضرورات الحياتية أقوى من أواطف المحبة الجياشة. ولولا الإرادة الصادقة ما استعادت مدننا ألقها، ولما استعادت ذاكرتنا الجمعية ماضيها الذي هو ماضينا جميعا، فأصبح هذا المهرجان سوقا حضاريا نعلن فيه بشكل متجدد
عن تصالحنا فيما بيننا، عن تصالحنا مع تاريخنا المجيد الذي كان فيه العمل مقدسا والعلم قبس من نور يضيء دروب الصحراء لمن يسلكها يمينا أو شمالا. وها نحن اليوم في ولاته لا نفتقد أي مظهر من مظاهر ثقافتنا ولا أي أسلوب من أساليب عيشنا، حيث تتعانق ثقافة وعادات السكان على ضفاف الأنهار والبحار مع ثقافة الصحراء المترامية، وثقافة الشرق مع ثقافة الغرب، وثقافة الشمال مع ثقافة الجنوب، وكأننا نعيش تجربة عناق حضاري متجدد يمجد إعادة الاكتشاف المتبادل وتبادل القيم الجمالية في الصناعات التقليدية والفنون والآداب ومهارات الإنتاج ومجموع العادات والتقاليد المصاحبة من خلال فعاليات هذا المهرجان الذي لم تغب عنه أي جهة من جهات بلادنا المترامية الأطراف، ولم يغب عنها أي نوع من أنواع ثقافتنا الثرة. صاحب الفقامة، اسمحوا لي أن أهنئكم على إنجاز فكرة إحياء ذاكرة جمعية الموريتانية بواسطة هذا المهرجان، لأنها كانت فكرة كبيرة وبناءة، وأن أشكركم باسم كل الموريتانيين على السهر الدائم والإشراف المباشر والسديد على تطويره وجعله إضافة لكونه معلمة ثقافية قطبا لتنمية المدن القديمة التي بدأت تستعيد عافيتها وحضورها من خلال المهرجان. وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لمنظمة اليونسكو على تصنيفها لهذه المدن تراثا عالميا، كما أشكر كل من أسهم معنا أو شرفنا بحضوره من ضيوف كرام ومشاركين من داخل الوطن ومن الدول الشقيقة والصديقة. والآن أدعو فخامة رئيس الجمهورية للتوجه بكلمة إلى مدينة ولاته وأخواتها شنقيط وودان وتشيت، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي كلمة ترحيبية برئيس الجمهورية أشاد عمدة ولاة السيد محمد العلال بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات والتي كانت لولاة نصيب منها، وقال إن المدينة شهدت إصلاح وتوزيع شبكة الماء وتزويد أغلب المؤسسات الدراسية بالطاولات المدرسية، مطالبا بتعزيز هذه الإنجازات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة السيد رئيس الجمهورية، سادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في بلادنا، سيدة وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، السيد والي الحوض الشرقي، السادة أعضاء الوفد المرافق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ربوع مدينة التاريخ والأصالة والحضارة. لقد حللتم قاطعة ولاته الذين يتشرفون باستضافتكم في النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة البهيش على قرار أشقائهم في مدن شنقيط وودان وتشيت. أهنئكم يا فخامة الرئيس، أنتم والوفد المرافق لكم بحلول المولد النبوي الشريف. لقد قطعتم المسافات وتششمتم مصاعب السفر تشريفا لمدينتكم الثانية وساكنها، مما يسمح لكم بالاطلاع على جزء من حال المدينة وأهلها عن قرب، وتصور مشاكلها والتفكير معنا في إيجاد الحلول الناشعة والعاجلة لما هو ملح منها. فخامة الرئيس، يندرج تنظيم النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة في حصيلة الإنجازات التي ميزت ولايتكم الأولى، حيث بات هذا اللقاء السنوي موعدا سنويا يحج إليه السكان والسياح للإطلاع على كنوز التاريخ ورصيد لا ينضب من الحضارة. وقد كشفتم يا سيادة الرئيس بذلك النقاب عن فصول من التاريخ بفضل عنايتكم وحرصكم على تحافظ بلادنا على مكانتها وأن يمتد دورها وتتوسع دائرة حراكها بنفض قبار سنين النسيان والإهمال. وفي سبيل ذلك يحتل تعزيز مكانة مدينة ولاته قلعة ثقافية وحضارية حصينة في صحرائنا الشاسعة، ركيزة أساسية للتنمية الحضارية القائمة على حفظ التراث الإنساني العالمي بناء على الدور الإشعاعي الذي لعبته وستظل تلعبه جوهرة المدن ومركز العلم والعلماء ونشر الثقافة والفكر المستنير عبر مدارس ذات خبرة في منتوج ثقافي صغير
ينير بالحق والاعتدال والفهم الصحيح المستنير للدين الإسلامي الحنيف. لقد تحققت في بلديتنا العديد من الإنجازات والمكاسب الهامة، لعل من أهمها على وجه الخصوص تجهيز المركز الصحي بالمدينة، كما أن دراسة طريق النعمة ولاتة قد تمت مناقصتها، والعمل سينفذ بهذه الطريق لاستراتيجية بالنسبة للمدينة وأهلها بل للوطن أجمع عن قريب بحول الله. كما يجري الآن إحياء المشروع الزراعي الهام الذي يوفر فرص عمل جديدة تسهم في تقليص ومكافحة الفقر. ولن أنسى تطرق إلى الإشادة بإصلاح وتوسعة شبكة المياه الشروب بفضل مساهمة وكالة التضامن حديثة النشأة، سبيلا إلى تزويد الساكنة وتغطية حاجياتهم من الماء الصالح للشرب ولتحقيق الأهداف الأمم المتحدة للألفية في هذا المجال. كما قامت وكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية بإنجاز خزان للماء تبلغ سعته 60 مترا مكعبا وإصلاح آبار ارتوازية. وأشيد هنا بالدور الذي قامت به وزارة المياه للبحث عن آبار مؤقتة لسد العجز الحالي. وفي مجال التعليم تم تزويد أغلب المؤسسات الدراسية بالطاولات المدرسية، كما شيدت مباني إدارية بالمقاطعة بفضل وزارة الإسكان والعمران. أشيد بتدخل مفوضية الأمن القضائي ومساهمتها لدعم الساكنة تحضيرا لهذا المهرجان الكبير والهام. فخامة رئيس الجمهورية، لا يسعني هنا إلا أن أتقدم إليكم بالمطالبة العاجلة للمدينة وساكنيها، والتي من أهمها تعزيز البنى التحتية والتجهيزات المدرسية وإنشاء نقاط صحية جديدة لتغطية حاجيات الساكنة في هذا الشأن، وتوصيل المدينة بمشروع الظهر لتستفيد من إنتاج هذا المشروع المرتقب من مياه الشرب، حيث لا تحتاج أكثر من مد أنبوب لا يتجاوز طوله 90 كيلومتر عن توصيل نابيب توجه إلى عاصمة الولاية نعمة. العمل على تجمع القرى المحيطة ترشيدا للموارد، وذلك بناء على دراسة قامت بها البلدية، دراسة قمنا بها من 2010 لتجميع القرى في المقاطعة كلها، والبلدية تشمل كل قرى المقاطعة. والسلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم. وقد أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بمدينة ولاتة التاريخية إشارة انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة الذي استحدثته وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل 3 سنوات، والذي حرص على افتتاحه شخصيا منذ استحداثه. وقام رئيس الجمهورية في هذا الإطار بقص الشريط الرمزي إذانا ببدء المهرجان الهادف إلى نفض الغبار عن التراث الموريتاني في المدن القديمة وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، قبل أن يقوم بزيارة للمعارض المقامة في إطار مهرجان ولاتة. مكتوب على الكافر الناس وكافرين احنا مش معنا قراب ولا عنده شيء حتى يساهموا في هذا كان مقاوم بس قاوم انتصار بهذا النوع من التصوير. هذه المره هو ما عنده متريات العيال عارف لكن الصور هون متريات جايب المسائل احنا حطوه اذا هذا غير من على وطننا واقصد هذا هو اهم عن رشيد وعدنا عن صنداج وعدنا على طريقيات الناس كامله تو هذه القضيه ولحد الان
كما أدى رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز زيارة للمعرض الخاص بالمدن التاريخية، وقد تضمن هذا المعرض منتوجات متنوعة عكست إنتاجية سكان المدن القديمة، كما أظهرت الخصوصيات والتي تتمتع بها كل مدينة على وجه الخصوص مدينة ولاتة. ويحتوي هذا المعرض على مقتنيات وأدوات قديمة كانت تستخدم في هذه المدن القديمة خلال الحقب التاريخية المتعاقبة. وفي إعدادية ولاتة أقيم معرض خاص بالمخطوطات والمراجع النفيسة، حيث اطلع رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز والوفد المرافق له على أجنحة المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا المعرض. وعين سيادته خلال تجواله في أجنحة هذا المعرض نماذج من المخطوطات والمراجع النفيسة في مختلف المجالات العلمية، والتي أسهمت المحاضر والزوايا بمدينة ولاتة في المحافظة عليها وصيانتها من عاديات الزمن. هذا المخطوط حاولنا نعدل من شكله، هو المخطوط اللي كتبت الى شكل ما شاء الله على المكتبه الوطنيه علم جديد. هو هذه المدن الأربعة جسدناها في درع يمنحه المشرف. التيشيت والله زاد ضمن مكاتب المكتبة التيشيت اللي يشملها مشروع التراث العام 2003. طورناها وصححنا هذه الطابعة الأخيرة. مرحبا.
صار. رئيس الجمهورية هون ولاته. وفي مدينة ولاته كذلك تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز اليوم في إطار زيارته للولاية ولاية الحوض الشرقي الأشغال الجارية لتشييد المباني الإدارية لمقاطعة ولاته والتي تشتمل على مكاتب وسكنا للحاكم. وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته للقائمين على إنجاز هذه المرافق العمومية لاحترام المواصفات والمعايير المطلوبة لتشييد هذه المرافق العمومية. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قد وصل صباح اليوم إلى مدينة ولاتة التاريخية للإشراف على انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة. وكان في استقباله لدى مدخل المدينة وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيد الألم الشريف ووالي ولاية الحوض الشرقي محمد لمين والبلعمش وحاكم وعمدة مدينة ولاتة وعدد من الوزراء والشخصيات السامية في الدولة والمنتخبون المحليون في ولاية الحوض الشرقي. كما شارك في استقبال رئيس الجمهورية جمع غفير من المواطنين ومئات الجمالة. Yeah.
Fight!
Aziz, 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 Azi
وكان رئيس الجمهورية موضع استقبال شعبي كبير لدى وصوله مدينة ولاتة، شاركت فيه الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المدن التاريخية، حيث تنافست هذه المدن في إبراز خصوصيتها ترحيبا برئيس الجمهورية. وقد انتظر ولاتة على امتداد الطريق المؤدي إليها من عاصمة ولاية الحوض الشرقي، معبرين عن فرحتهم بهذه الزيارة، كما كان حضور الخيال والجمال لافتا في هذا الاستقبال. وحيى رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الحوض الشرقي جموع المواطنين الذين جاءوا لاستقباله. وفي طريقه إلى مدينة ولاتة التاريخية للإشراف على انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة، أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز توقفا بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي. وكان في استقباله بمطار النعمة والي ولاية الحوض الشرقي محمد أمين والبلعمش والسلطات الإدارية والعسكرية والأمنية في ولاية الحوض الشرقي.
وكان رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى ولاية الحوض الشرقي للقيام بزيارة تدوم يومين، يفتتح خلالها بمدينة ولاية التاريخية النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة. وقد ودع رئيس الجمهورية في المطار من قبل الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلف وعدد من أعضاء الحكومة والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط ورئيس مجموعاته الحضرية. ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد يضم على الخصوص السادة سي أدمار وزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أحمد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بامبا والدرمان وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أحمد والحدميين والجلفون وزير الصحة، أبو بكر يحيى وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، لالم تشريف وزير الثقافة والشباب والرياضة، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، حمدي المحجوب المدير العام للوكالة الوطنية للتضامن، أحمد الله داود مستشار برئاسة الجمهورية، عبد الرحمن سيسقو مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، بومية والبياه مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، سيدنا سخنة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد الطالب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ودمان والمحمد همر المدير العام لتشريفات الدولة. وبالتوازي مع انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة، بادرت الشركة الوطنية للغاز بتموين سوق مقاطعة ولاتة بهذه المادة الحيوية، وأكدت الشركة أنها ستستمر في تأمين حاجيات سكان مدينة ولاتة من الغاز. يبدو أن غاز البوتان ضيف مرحب به على نطاق واسع في هذه المدينة، فهذه هي أولى شحنة من أنواع القنينات تصل المدينة منذ زمن طويل عاش فيه السكان مصاعب شتى بسبب الاعتماد على الفحم، رغم ما يسببه هذا الأخير من أضرار خطيرة على الصحة العمومية وعلى البيئة. الشركة الموريتانية للغاز وفرت في مدينة ولاتة هذه المادة الضرورية بجميع الأحجام وبأسعار معقولة تتناسب مع سعر الغاز في العاصمة. أعرف أنها تدخل حسين، بنعلن حالة الطبيعة، مات لخالق الحموم ولا لخالق الحطب. شاب أن مولانا القاصي لبلدنا شاكرين الدولة عليه وشاكرين عبد العزيز وشاكرين اللي توجه بهذا. كان هو خالق شمين غاز وائر قاسي ما يقدر ينشره، هم واحدين ضعفاء ويات أدمانتهم الفضة وفرض عليهم من ينشروا غاز والحموم ما هو خالق. يا غير ذلك بعد الحمد لله جانا غاز ومتوفر انه ينشروا سعر معقول. لنا وفاهم الحموم وفاهم كل شيء بلي جانا غاز لا حكم انه كضو. ويؤكد المشرفون على توفير هذه الخدمة في الولاية أن الشركة الموريتانية للغاز ستواصل تزويد المدينة بما تحتاجه من الغاز حسب الطلب. كلفنا تكاليف النقل من نعمل هون اللي مكلفة به وصول ولاتة من نعمة صعب، وبعناه بأسعار النعمة وهذا تخفيض واضح، وهذا مواطنين منسرين وبعناه قسنا بها لا الأسر ما بأسرة أسرة ولا دوبل أسرة، لا كلها الأسرة نعطوها فئات لباس اللي جنة البوش الكبير ب 7660 وبوش النص الأخر اللي ندع لها الراس ب 7020 وقية، والنص اللي رابينه ب 4020 والربع ب 2900. هذا كامل اللي اعطيتكم كاسعار خط البوش والغاز. ويبقى وعي المواطنين هنا بخطورة هذه المادة وسرعة اشتعالها شرطا في استمرارية توفير هذه الخدمة في المدينة. وتعاني مدينة ولاتة نقصا حادا في الموارد المائية، حيث تشهد شبكة توزيع المياه انقطاعات متعددة، ويأمل سكان المدينة أن تنتهي أزمة المياه مع انطلاق مشاريع تزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب. من المشكلات التي يطرحها سكان ولاتة بإلحاح شديد هو مشكل نقص المياه الصالحة للشرب في المدينة، فمعظم المنازل لا تصل إليها شبكة المياه القديمة، وإن وصلت الشبكة قل الماء في الحنفيات. الماء هو لا تماء يوجد بالعين ومعدل مناوبة فترة ينطلصيله انهار ينطلصيله انهار ينطلصك انهار ينطلصك ولا يقد ينطلص للمدينة في بلد فور يكون موقت. ما الله ما هو خالق ما الله اللي في الناس نباس وصهرة إذا اللي نباس وصهرة ندور الماء مرينا نباس ما خالق قطرة. الماء علم لي علم اللي يشمدنا بين القريق وبلا مثل المسكين منا عنده الربينة ومدخلتها له الدولة وقطعنا انها تعطي 3 أشهر واربعة ما نغزت ولا بينا ما قلت الماء غير بينا اهله اللي عليه ما يوصروه للحية ولا يعدلوه الماء هون يقولون انه معرق
يا غير ما هو معدل ولا هو مؤثر للحي. يبدو أن أزمة المياه التي يتحدث عنها السكان هنا ستنتهي قريبا، ذلك ما أكده القائمون على برنامج تنمية المناطق الحدودية المعروف ببرنامج الحدادة التابع لوكالة الوطنية التضامن، الذي باشر العمل ميدانيا في حفر الأنابيب لجلب المياه إلى هذه المدينة. عندنا توسعة ولات صراحة توسعة للريزو برينسيبال دولات، جاية في نطاق مشروع ست شبكات، أربعة منهم في حوض الشرقي ولات صمصك ومبدوعة وشامية. مكونات هذا المشروع تتألف من لشاتو دو ريزيرف، إن ستاسيون دو بومباج دو بومبي الماء من 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 الحاسي، وطلعوا هنا سياها وديستريبيه في ربعين حنفيات في معظم البلايص في ولاتة. هذا المشروع الذي يكلف الدولة حوالي 100 مليون أوقية يتكون من شبكة لتوزيع المياه ستربط أجزاء كبيرة من أحياء المدينة ببعضها البعض، إضافة إلى خزان مائي شرعت الفرق الفنية في تشييده في الضاحية الشرقية من المدينة، ويتوقع أن تنتهي أشغاله في غضون 3 أشهر. والآن إلى جديد الرياضة مع الزميل عبد الرحمن السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وعيدكم مبارك وسعيد، وتحية لك زميلي فتن. أهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام في مستهل مسائيتنا الرياضية لهذا اليوم. قدم المنتخب الوطني مساء اليوم أداء مشرفا أمام نظيره الكونغولي عضل النسخة الأولى لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، ذلك رغم الخسارة بهدف نظيف جاء في الدقيقة 51 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب الأيدي إيمومو للمنتخب الوطني الكونغولي. وكان المنتخب الوطني الأكثر سيطرة والأقرب إلى التهديف خاصة خلال دقائق الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بملعب بيتر موكوبا بمدينة بولكوا وسط حضور جماهيري كبير. وقد عرفت المباراة خروج قائد المنتخب الوطني باغيوق موسى بعد حصوله على بطاقة حمراء إثر تدخل على الكونغولي إيريك نوكولودوكا قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، فيما تحصل كل من صمبا واد وعبد الله جي وكذلك بسام على بطاقة صفراء لكل منهما. هذا وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوروندي يوم السبت القادم في ثاني لقاءاته ضمن المجموعة الرابعة. وقد تابع الجمهور الرياضي الوطني المباراة عبر البث العرضي للتلفزة الوطنية عبر القناة الثانية، تابع عشرات المشاهدين والمشجعين هذه المباراة من خلال شاشة كبيرة وضعت بالملعب الأولمبي، حيث تفاعلوا مع الأداء الجيد للمنتخب الوطني طيلة دقائق الشوط الأول وبعض دقائق الشوط الثاني، كما واكبت هذه الجماهير الرياضية الاستوديوها التحليلي الذي أقامته التلفزة منذ انطلاقة هذه البطولة السبت الماضي بالملاعب الجنوب أفريقية، حيث يستضيف هذا الاستوديو العديد من المختصين في الشأن الرياضي الفنيين والحكام والمدربين وبعض الإعلاميين، وذلك لتحليل المعطيات الفنية للمباريات التي تعرفها هذه البطولة المتواصلة إلى غاية فاتح فبراير القادم. وقد تجولت كاميرا التلفزة الوطنية بين جموع المشجعين الرياضيين والتقطت هذه الانطباعات خلال الشوط الأول للقاء. أعتقد المنتخب الوطني إن شاء الله ما يحتل المركز الأول ولا يحتل المركز الثاني في المجموعة. حالة ما يحتل المركز الأول لا تعود الكونغو حالة أو خاض بنتيجة جيدة اليوم دور يحتل المرتبة الأولى. في حالته تعرض للخسارة ما نتمنى لذلك دور يحتل إن شاء الله المرتبة الثانية. أول مباراة في أولى بطولة قارية، بداية جد ممتازة للمنتخب الوطني أمام فريق كان بطل النسخة قبل الماضية، فعلا باتريشيفا كان مدرب كونغو نجح في القراءة في أول 18 دقيقة بداية ممتازة. أتمنى أن لا يكون غياب يعقوب دينا وتقي الله بمثابة القش التي قسمت ظهر البعير.
بالهجمات المرتدة والدفاع المحكم بقيادة باكايوكو بإمكانه أن يفاجئ فريق الكونغو. مباراة حاسمة، فريق الكونغو هو الفريق رقم والفريق الأقوى في البطولة. تعادل سيكون نتيجة جيدة في انتظار مباراة بروندي وغابون. طالبين مولانا إن شاء الله ولا نجبروا التوفيق، نختاروا منتخبنا يتقدم ونختاروا الناس اللي تعود معنا كاملة، يعود الشعب موريتاني عامة وشبابه وطافيلات وناس كاملة تعود إلى فريق ماتش يدعمونا إن شاء الله داعمين، ونحن نختاروا كاملين نعودوا مثلا سبورتين موريتاني. لا هو اللي طالبين معنا مولانا النجاح، طالبين من الببليك عند إسانسيال الكاليفيكاسيون كوب دافريك دي ناسيون 2015 هو المهم. مهم غانيين هون ما غانيين، نحن لا نطلعوا الكوب دافريك دي ناسيون دون نشوف بعيد. طالبين من الناس عنهم غانيين اليوم ما غانيين، نكوراجوا لي جوار نكوراجوا لي فيدراسيون ونحن وراهم ومعاهم ودونا قلب ودونا مرقوا مرحله فرص منا مرقوه ما نبقى فيها شيء. ماشيين راجعين ماشيين للقدام خارج للقدام بلا كان بلا عمر ثاني ماشي فوتبول خارج. الموفقية لمنتخبنا الوطني في لقاءاته القادمة، وضمن مباريات ذات المجموعة الرابعة والتي جمعت بين المنتخبين الغابوني والبوروندي، شهدت تلك المباراة تسجيل تعادل سلبي بين المنتخبين، وهو ثاني تعادل تشهده هذه البطولة بعد التعادل السلبي أيضا الذي انتهت به المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والزامبي، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية في افتتاح هذه البطولة. هنا نأتي على نهاية هذه النشرة التي خصصناها لأصداء المباراة التي جمعت اليوم في أول لقاء رسمي بين المنتخب الوطني وكذا منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملتقى. العودة إلى الزميل فتن. لم يبقى من هذه النشرة إلا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد خلال إشرافه على انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة أن الديمقراطية وحرية التعبير تتوقف عندما تصل حدود معتقدات ديننا الحنيف، ويشيد بالمكانة العلمية لمدينة ولاتا. وسيادته يطلع على أجنحة المعرض المقام ضمن فعاليات المهرجان الهادف إلى نفض الغبار عن التراث الموريتاني في المدن القديمة وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المدن التاريخية تخصص استقبالا شعبيا حارا لرئيس الجمهورية تعبيرا عن تقديرهم للمكانة التي أصبحت تحظى بها هذه المدن العريقة. انتهت النشرة، السلام عليكم.